مشاهدينا، ولمتابعة تطورات المشهد في فلسطين مع استمرار الاحتلال في ارتكابه المجازر ضد المدنيين واستخدامه كذلك حرب التجويع ضد القطاع، في ظل مباحثات لعقد صفقة التبادل للمحتجزين ينضم إلينا عبر خدمة زوم من رام الله الصحفي الفلسطيني الأستاذ حسام عز الدين. مرحبا بكم معنا أستاذ حسام. أهلا بك أخوي. ومن سكايب من جنين عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية الأستاذ عبد الله قبها. مرحبا بكم أستاذ عبد الله. مرحبا، هلا بكم، حياكم الله. حياكم الله. نبدأ مع الأستاذ حسام في اليوم 66 بعد 100 من العدوان المتواصل على قطاع غزة. يواصل جيش الاحتلال ارتكابه المجازر مخلفا عشرات القتلى والجرحى. هذا الدمار الذي أحدثته آلة الحرب الإسرائيلية فشل في أن يحقق أي من أهدافها التي أعلنها رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو. هل هذا هو الهدف الذي لم يصله في عدم تحقيق، أم ربما الهدف الأساس كان هو المدنيين والإثخان في قتلهم؟ أولا مساء الخير لك ولكل المستمعين والمشاهدين. على ما يبدو أن اتضح الهدف الرئيسي لقوات الاحتلال من الحرب التي يشنها على قطاع غزة، ويبدو أنه نجح وينجح في تحقيق هذا الهدف، وهو المتمثل في القضاء على كل ما هو فلسطيني في قطاع غزة، وليس الهدف كما قال وأعلن في البداية القضاء على حركة حماس ونزع سلطة حماس من قطاع غزة. ما نشاهده يوميا من بدء الحرب حتى اليوم في قطاع غزة واضح حسب الصور التي تخرج من قطاع غزة بأن الهدف هو البشر الموجودين في قطاع غزة، سواء أطفال أو نساء أو شيوخ. هذه هي نتائج الحرب التي أو نتائج القوى العسكرية المفرطة التي استخدمها في قطاع غزة. لا يكاد يمر يوم دون سقوط أكثر من 100، حوالي 100 شهيد جلهم من الأطفال والنساء. فعلى ما يبدو بأن الهدف الرئيسي كان من وراء هذه الحرب هو القضاء على كل ما هو فلسطيني في قطاع غزة، وعلى ما يبدو أن الاحتلال نجح في ذلك، إضافة إلى قوة الطيران وقوة النواحي العسكرية في هذا الحرب يمارس سياسة التجويع التي يعني تقشعر لها الأبدان من كثرة الصور التي نشاهدها ونستمع يوميا إلى ما يجري في قطاع غزة. إضافة إلى ذلك واضح أيضا تماما بأن التوجه الإسرائيلي في هذه المرحلة إلى حرب شاملة ضد كل ما هو فلسطين، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة. نعم. اليوم قبل على موعد الإفطار تماما نفذت قوات الاحتلال عملية اغتيال بحق 4 فلسطينيين استشهد منهم 3 في مدينة جنين على موعد الإفطار تماما، بمعنى أن الاحتلال في هذه المرحلة يده منفلتة لتنفيذ عمليات تصفية، عمليات قتل كل ما هو فلسطيني. ونعيش للأسف العالم العربي يعيش على معلومات تأتي من هنا ومن هناك بأن هناك مفاوضات، أن هناك تراجع، أن هناك تقدم، أن هناك حراك سياسي، أن وزير الخارجية الأمريكي قادم إلى المنطقة، غادر إلى المنطقة. ولكن في ظل كل هذه التحركات السياسية التي لم تثمر عن شيء، يتواصل شلال الدم الفلسطيني بشكل ليس يومي فقط، وإنما نقول بكل دقيقة هناك الدم الفلسطيني يساف في الأراضي. نعم أستاذ حسام. نعم أستاذ عبد الله، هنا أيضا بالتوازي مع ما ذكره الأستاذ حسام أن الاحتلال وهدفه هو القضاء على أكبر عدد من المدنيين وتدمير البنية التحتية، بالتوازي مع هذا الدمار وهذه المجازر واقتحام المستشفيات وقتل النازحين والمرضى واستهدافهم، يستمر الاحتلال كذلك بالتوازي مع ذلك بشن حرب التجويع ضد المدنيين. هذه الحرب وهذا الدمار وهذا القتل، ما بدأ تأثيره على الحاضنة الشعبية للمقاومة بعد 166 يوم من استمرار هذه الحرب وأثارها المدمرة على المجتمع؟ ما مدى تمسك الحاضنة الشعبية بقرار المقاومة واستمرار دعمهم لها؟ نعم، هو الحقيقة العدو الصهيوني في اعتدائه وعدوانه على قطاع غزة وتدميره كل الحياة في القطاع
من مباني ومن أراضي زراعية وسياسة التجويع الحقيقية للشعب، هو بالأساس تدمير الشعب الفلسطيني، ومن ثم ويقصد أنه يخلخل الحاضنة الشعبية للمقاومة وللحالة التي تنتصر للمقاومة. نعم. باعتقادي الجازم أنه هذا هراء، لا يمكن أن يكون هذا صحيحا مهما كان، لأن الشعب الذي قدم هذه التضحيات حقيقة وصبر هذه المدة، يعني 166 يوم للمقتلة والمهلكة في قطاع غزة، وشعب صابر برغم سياسة التجويع، لا يمكن أن يكون هناك ولا أي احتمال لأن يكون تخلخل في الحاضنة الشعبية للمقاومة، لأنه هم وجدوا أن هذا العدو لا يبكي ولا يضر. كل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي كل مكان هم مشبوهون بالنسبة له، وهم أهداف تدمير وأهداف قتل واغتيال. لا يمكن أن يكون هذا هو يعني يؤدي إلى أن تخلخل الحاضنة الشعبية للمقاومة والنظام. طيب أستاذ حسام، أيضا بما تفسرون تعمد قتل قوات الاحتلال مدير العمليات المركزية للشرطة في غزة العميد فائق المبحوح في قطاع غزة، ومن قبله عدد من قادة الشرطة، رغم مخالفة ذلك لكل المواثيق الدولية، هل قتله له علاقة بتنظيم إدخال المساعدات واستمرار محاولات الوصول إلى هدنة برأيك؟ لماذا يتم استهداف قادة الشرطة اليوم؟ هذا الاستهداف هو يعني يندرج في إطار الخطة التي قلت التي تحدثنا حولها، وهي القضاء على كل ما هو فلسطيني، من خلال أولا أن قبل 3 أيام عندما نجحت وصلت حوالي 19 شاحنة من جنوب قطاع غزة إلى الشمال، يعني بالتوازي مع ذلك الاحتلال كان أعلن بأنه سيقضي على كل ما له علاقة بالسلطة وبسلطة حماس في قطاع غزة، وهذا يتضمن التحركات الشرطية في الشوارع، حتى شرطة مرور قد يتم اغتياله. فبالتالي عندما نجح أو تم إيصال 19 شاحنة إلى منطقة شمال غزة، هذا يعني أن من بقي في قطاع غزة وصلهم المدد ليستمروا إلى أيام أخرى، وهذا ما لا يريده الاحتلال. الاحتلال يضغط باتجاه أن البحث عن بدلاء لإدارة قطاع غزة، ولذلك تم الحديث عن العشائر، والعشائر التي أعلنت موقفها برفض التعاطي مع أي خطط في هذا الموضوع. فبالتالي نجاح إيصال المساعدات من جنوب قطاع غزة إلى الشمال دون أي إشكاليات داخلية، دون أي محاولات للسيطرة من قبل البعض على هذه الشاحنات، نعم، وتم ضبط هذه العملية، إذا وجد فيها الاحتلال بأن هذا النوع من التنظيم الإداري في تلك المنطقة، وهو ما لا يريد له أن يتم كي يبقي الموضوع، إضافة إلى الدمار الموجود سواء على صعيد البنية التحتية وعلى صعيد المباني وعلى صعيد البشر، فهو يريد أن يبقي على نوع من الفوضى ليأكل سكان قطاع غزة بعضهم البعض، إضافة لما يتعرض له من هجمات، وهذا ما لم يتم. ولذلك الاحتلال استهدف وسيستهدف أي محاولة من قبل سكان قطاع غزة في محاولة إدارة شؤونهم الداخلية، حتى في إطار تنظيم والبحث عن فتات ليطعمون بأبنائهم. لذلك تمت عملية التصفية، لأن الشرطي عندما يظهر بلباسه العسكري في الشوارع هو واضح تماما بأنه لم يرتدي هذا الزي للمواجهة العسكرية مع قواته، وإنما ليظهر هويته الشرطية في تنظيم الأمور، بغض النظر إذا كان علاقة بحركة حماس أم لا. وأود إضافة شيء آخر، بأن حتى الشرطة، هناك يعني جزء من الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة لا زالت تأتمر أو تعمل بتنسيق مع السلطة الفلسطينية وليس مع حركة حماس. فبالتالي الاحتلال لا يريد أي شكل من أي أشكال التنظيم الفلسطيني في قطاع غزة ليزيد من ما يتعرض له أهل قطاع غزة
سواء من الجوع أو حالة الفوضى الموجودة. نعم أستاذ عبد الله، بعيدا عن ما تعانيه غزة من الدمار وهذه الاستهدافات، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يعني يرجع تعثر بفوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى التي تعمد الاحتلال عرقلتها، الأسباب الحقيقية التي تدفع الاحتلال لإفشال المفاوضات رغم الضغط الشعبي والدولي على نتنياهو؟ هل هو يمارس ربما افتعال ألعاب وأشياء تلهي الداخل المحتل وتلهي الرأي العام العالمي عن حقيقة استمراره بالمجازر، وهو يلهيهم بأن هناك مفاوضات وتعثر في الشروط ما بين الطرفين؟ نعم، تعطل المفاوضات بشكل واضح وصريح في أنه نتنياهو يعلم علم اليقين بأنه إذا نجحت المفاوضات وأخرج الأسرى أو الأسرى لدى المقاومة هو سيحاسب حسابا عسيرا في الداخل الكيان، لأنه هم جاهزين لمحاكمته ولأنه متورط في كثير من قضايا فساد، وبنفس الوقت اعتبروا أنه أخفق وأثاث الإخفاق في 7 أكتوبر وأمور أخرى إلى علاقة بالفساد وإلى علاقة في داخل حكومته والمعارضة والحالة الشعبية أصلا هي ضده بشكل عام. هو يعرف تماما بأنه في الوقت الذي تنتهي المفاوضات هو سيخسر الحكم وسيحاكم. من هذا المنطلق هو متمادي في عدوانه على غزة وبشكل وحشي وبشكل يعني لا إنساني حقيقة، وبنفس الوقت هو يهدد في الدخول إلى رفح. الدخول إلى رفح يعني أنه هو ربما أنه بده يبين للداخل الكيان في أنه حقق انتصار أو أنه هو مستمر في من أجل القضاء على المقاومة. نعم. وحماس بالتحديد والحركات المقاومة الأخرى. فمن هذا المنطلق هو يعني يناور، وأصلا هو قال أكثر مرة بالكواليس قيلت في أنه ويفاوض من أجل التفاوض وليس من أجل، ومش هالقد مهم عنده الرهائن، لأنه مهم عنده مستقبل السياسي ووضعه السياسي الداخلي هنا. نعم. في هذا الإطار أيضا أستاذ حسام، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كان اليوم في المنطقة من أجل التوصل إلى اتفاق ربما لتأمين وقف مؤقت للقتال وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين. ما الجديد الذي أتى به بلينكن هذه المرة، ومن شأنه الذي يمكن أن يحلحل الأمور والأوضاع ما بين الطرفين؟ بتقديري أن زيارة بلينكن يعني ليس أكثر من محاولة لإعادة ترطيب الأجواء ما بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو تحديدا، خاصة أنها خلال الأيام القليلة الماضية شهدت أن حالة من الهيجان ما بين تصريحات صدرت عن الرئيس الأمريكي وأيضا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وكان في مضمونها كان واضحا أن هناك بات نوع من التحدي ما بين الإدارة الأمريكية التي تزود إسرائيل بالأسلحة ونتنياهو المصر على إبقاء هذه العملية العسكرية مستمرة لعدة أسباب. أولها بأن أي حسب ما ذكرت فيما يتعلق بالمفاوضات، نتنياهو لا يريد النجاح لأي مفاوضات، لأن أي مفاوضات تتناول مسألة إطلاق سراح أسرى هو يعني بذلك خسارة الحرب، وهذا يعني في القاموس بقاموس نتنياهو انتصار للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. فبالتالي هو هناك محاولات لإطالة الحرب. أنا بتقديري أن وقلنا ذلك في السابق بأن قد يكون الرجل الوحيد في العالم الذي يؤيد استمرار الحرب هو نتنياهو لعدة اعتبارات، لأنه يريد تحقيق أي إنجاز ليظهر به في الشارع الإسرائيلي بأنه نجح فيه، وفي نفس الوقت لا يريد أن يظهر في نهاية أي مفاوضات بأن المقاومة انتصرت وأن قوات الاحتلال خسرت هذه المعركة التي استمرت لأكثر من 6 شهور. 6 شهور بتقدير على مساحة 360 كيلومتر لغاية الآن لم تستطع قوات الاحتلال بهذا الأعداد الهائلة من القوات العسكرية، لم تستطع السيطرة على هذه البقعة
الصغيره في قطاع غزه، وهذا يعتبر في المفاهيم، بتقدير المفاهيم العسكريه والمفاهيم الاعلاميه، بانه اكبر خساره لهذه القوات لكل هذه المده، ولا زالت تقول لغايه اليوم نريد القضاء على المقاومه في قطاع غزه. في هذا الإطار أستاذ عبد الله، وبموازاة ما تحدث به الأستاذ حسام بأنه تعتبر خسارة ويعتبر إخفاق في تحقيق الأهداف، إلى أين وصلت العلاقة ما بين الولايات المتحدة والكيان؟ وزير أو منذ أيام صرح مسؤول في الكيان المحتل أن أمريكا بدأت بإبطاء إدخال المساعدات أو إيصال المساعدات العسكرية للاحتلال. كيف سيؤثر هذا القرار على واقع الأوضاع الميدانية ومن ثم على المفاوضات المستمرة في الدوحة؟ يعني في هذا الخصوص بالتحديد لا يمكن أن نقنع الرأي العام الفلسطيني والعربي والعالم الحر والذي يفهم المعادلة الداخلية، المعادلة الصهيونية أو الإسرائيلية الأمريكية، بأنه يكون لها تأثير غير أنها مجرد كلام ومجرد هراء. يعني هاي التلميحات في أن هناك ضغط أمريكي في أنه مش راح في الأمور العسكرية وأمور الدعم اللوجستي أنهم يخففوه، إلى أي مدى يخففوه؟ هو أصلاً لولا الدعم العسكري الأمريكي واللوجستي والفني وكل هذا الدعم العسكري بالتحديد لكانت الأمور تغيرت من زمان ومن بداية الحرب. حتى الآن احنا نعرف أن أسطول كامل متكامل وفي إحصائيات واضحة تماما بأنه عشرات الآلاف من ومئات من الأمور العسكرية اللي هي وصلت للكيان وما زالت تتدفق إليه، ولا يمكن أن يكون هذا سبب، إنما في أنه فعلا يقلل من المساعدات العسكرية، وإنما هذا هو اللي ضر الرماد في العيون بشكل واضح وصريح، أنه بالإعلام العالمي سيجتر هذا الكلام ويقول أنه هاي الولايات المتحدة الأمريكية بتضغط على إسرائيل في أنها مش راح تدعمها عسكريا أو راح تقلل الدعم العسكري، لكن هذا لا يمكن. هو بالوقت اللي حاليا للمرة السادسة منذ 7 أكتوبر بيجي على زيارة الشرق الأوسط بلينكين وزير الخارجية الأمريكي، بلاش ننسى انه اول ما وصل بعد 7 أكتوبر قال لهم انا جيت لكم كيهودي صهيوني وليس كوزير خارجية امريكا، واتفضلوا امرونا شو بدكم. فبالحقيقه يعني هذا الامر مستبعد تماما ان يكون هناك ضغط، لا يمكن، انما بالاعلام فليكن، فليمتلئ الاعلام كله بانها امريكا سوف تقلل مساعدتها لاسرائيل، لكن هذا واقع الحال يعني غير هكذا. وانما طيب، ومستمرين في التكتيك، مستمرين في استراتيجي، في تحقيق الاستراتيجي الواحد والهدف الواحد للولايات المتحده الامريكيه والكيان الصهيوني بين قوسين في هنا الصعيد. استاذ حسام مستمرين في تحقيق اهدافهم باي شكل من الاشكال. هل توافق على ما تفضل به استاذ حسام، هل توافق على ما تفضل به الاستاذ عبد الله بانه هي ذره للرماد بالعيون وليست هناك اي ضغط ولا اضطراب بالعلاقه مع بين الولايات المتحده واسرائيل؟ وزير التراث في الكيان المحتل عم يحيى الياهو يطالب حكومته بإنهاء الاعتماد على الأسلحة الأمريكية، هل يكشف هذا احتقان حقيقي بين الإدارة الأمريكية وحكومته، أم كما تفضل الأستاذ عبد الله هي مجرد إلهاء أو مجرد ذر الرماد في العيون؟ لا، هي يعني بالضبط، الإدارة الأمريكية الآن تسير على حبل، على حبل بمنتهى الحذر، على اعتبار أن الانتخابات الأمريكية بعد كم شهر هي يعني، فبالتالي مسألة الانتخابات وانعكاسات التي حدثتها حرب قطاع غزة على الشارع الأمريكي قد تكون دافع قوي هو يقود الإدارة الأمريكية إلى محاولة التوصل إلى تهدئة أو هدنة مؤقتة حسب ما يتم الإعلان عنه. لكن السبب الرئيسي الذي أثار حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية أن في البداية كان هناك وعودات من الجانب الإسرائيلي أن هذا الحرب لن تأخذ أكثر من 3 شهور، على اعتبار أن ما يجري عنها هي بقعة صغيرة جغرافية، وبالتالي على القوات الاحتلال بهذا الماكنة العسكرية الضخمة بإمكانها أن تسيطر وتحقق الأهداف خلال هذا الفترة. لكن ما جرى أن لغاية هذا اليوم، لغاية قبل أيام، أطلقت صواريخ من منطقة الشمال
ومنطقة شمال قطاع غزة هي اعتبرت أولى المناطق التي دخلتها قوات الاحتلال، ومن المفترض أن تكون حسب ما العقلية الإسرائيلية العسكرية في تلك المنطقة، من المفترض أن تكون منطقة الشمال تحت السيطرة. لكن ما اتضح للإدارة الأمريكية لغاية هذا اليوم بأن إسرائيل لم تحقق مما وعدت به، وبالتالي الآن الإدارة الأمريكية لا تستطيع أن تقول صراحة وأن تواجه إسرائيل صراحة في، وسبب ذلك يعني بما يعني أن أنك فشلت في هذه الأهداف التي أعلنت عنها. وسبب ذلك، سبب ذلك يعود إلى الناخب الأمريكي، حيث تشكل اليهود يشكلون في الولايات المتحدة الأمريكية عنصر هام في أي انتخابات، وبالتالي أي إدارة أمريكية سواء بايدن أو حتى ترامب الذي يحاول الدخول الانتخابات مجددا لن يستطيع المغامرة في خسارة هذه الأصوات في أي انتخابات مقبلة. فبالتالي العملية قد العملية أو الغاية من وراء هذه الزيارات ومحاولة إطلاق مرحلة جديدة من المفاوضات والمباحثات والزيارات عند الإدارة الأمريكية قد تكون في واد، وما يجري على الأرض عندنا في غزة والضفه الغربية في واد آخر. شكرا لكم. يعني بمعنى أن المحدد الرئيسي للتحرك الأمريكي الآن هو الانتخابات الأمريكية المقبلة. من رام الله الصحفي الفلسطيني الأستاذ حسام عز الدين، شكرا لكم على المداخلة ومشاركة معنا. ومن جنين نشكر عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية الأستاذ عبد الله قبها، شكرا لكم على وجودكم معنا.